باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بركاته من الان والى الابد امين. لو جبت الميكروفون في ايدي يبقى اخطف. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد. هقرا لأجل تعلمنا جزء من الإصحاح السادس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. كورنثوس مدينة تشبه مدينة الإسكندرية بالضبط، لها كورنيش وشوارعها متوازية ورا بعضها. بيقول في هذا الإصحاح السادس من عدد 1 لـ 13: فإذ نحن عاملون معه نطلب ألا تقبل الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت، هوذا الآن يوم خلاص، ولسنا نجعل عثرة لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطراب، في أتعاب. في أصهار، في أصوام، في علم، في نات، في لطف، في الروح القدس، في محبة، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح لليمين ولليسار، بمجد وهوان وسيط حسن، كمضلين ونحن معروفون، كمجهولين ونحن معروفون، كمقتولين ونحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، دائما فرحون، كفقراء ونحن غني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. منى مفتوح إليكم الكورنثيون، متسع، لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم، فجراء لذلك أولادي كونوا أنتم أيضا متسعين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا سعيد أن أنا في هذا الاجتماع في هذا الأسبوع معاكم في كنيسة العذراء ماسيوس بمدينة مصر. وعايز أقول بس حاجة صغيرة كده، إننا وقعنا بروتوكول مع وزارة الري علشان حماية وإنقاذ نهر، والبروتوكول ده بين الكنيسة القبطية ووزارة الري، وأيضا وثيقة لحماية النيل باعتبار أن ده شريان الحياة، وتصير مسؤولية علينا في كل نقطة مية أن احنا نستخدمها استخدام صح. كل نقطة مية، ولما أقول نقطة مية أقصد النقطة ما أقصدش الكوباية. فكل ما نستخدم المية اللي هو النعمة الكبيرة اللي ربنا بيبعتها لنا عن طريق كثيرة لغاية ما توصل لينا أو دولة المصب. كمان إحنا وقعنا بروتوكول مع جريدة الأهرام بحيث يكون لنا مكان في موقع جديد بتعمله جريدة الأهرام عن موقع الحضارة، حضارة مصر مسمينه.
في باستمرار صفحات قبطية للعالم كله يعرف ما هي الكنيسة القبطية ضمن معرفته بمصر كلها. الاثنين بروتوكول دول، كل بروتوكول وقعناه ويا وزير الري الدكتور حسام مغازي، ووقعنا بروتوكول الأهرام مع ورئيس مجلس الإدارة. كلمت الأسبوع اللي فات عن مفاتيح للنجاح، وأقصد النجاح في الحياة الروحية وفي الحياة بصفة عامة، وإزاي إن إحنا ممكن نواجه مشكلات، إزاي نحلها، أو نواجه مواقف ما كانتش تخطر على بالك، ممكن في البيت، في الأسرة، في العمل، ممكن في الكنيسة، المجتمع، ممكن في الشارع، ممكن في الجيرة. إزاي ممكن نواجه المشكلات؟ فاقترحت عليكم من الأسبوع الماضي ثلاث مفاتيح. مفتاح سميناه الفكر المنفتح، والمفتاح الثالث الروح المتضع. الثلاثة ويا بعض. ودايما اللي هيمتلك فكر منفتح ضروري هيسعى قلب متسع، واللي هيمتلك الاثنين دول ينجح فيهم لما يروح يكون وياه الروح المتضع. بنواجه مشاكل في البيت، ممكن سين وصاد يبقى ما بينهم كده عدم فهم، او يعني زي ما بنقول بسيطة نوع من الزعل او النكارة. بنواجه مشكلات في الخدمة، بنواجه الحياة ما دام على الأرض فيها مشكلة، لكن إزاي في حلها؟ أنا اتكلمت الأسبوع اللي فات في كنيسة العذراء زيتون عن الفكر المنفتح. الإنسان يبقى منفتح، ربنا يحافظ عليكم. في واحد يبقى فكره منغلق، فكره مقفول ما بيفكرش. النهاردة عايز أكلمك على القلب المتسع، بس وأنا بكلمك خلي في ذهنك من الأسبوع اللي فات. القلب، وتستغربوا وياي لما تعرف في كلمة الإنجيل زي ما في وصية كونوا قديسين كلكم حافظين، وكونوا رحماء كلكم حافظين. هنا الوصية يقول لنا كونوا متسعين. وصية كن متسع في قلبك، يقول كده بالضبط. فمنا مفتوح كورنثوسيون، قلبنا متسع اللي هكلمك عليها. لستم متضايقين فينا، يعني قلبنا مش ضيق انه يسع، قلبنا واسع. في أحشائكم، أنت اللي مضايق نفسك. أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين. أرجو أن يكون تأملنا في هذه الليلة حول هذه النعمة، أو زي ما سميتها مفتاح نجاح الفكر المنفتح، القلب المتسع. قديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة بيقول كما أن حرارة الشمس تجعل الأشياء تتمدد، هكذا حرارة المحبة تجعل بالإنسان. قلب الإنسان يتسع، كما أن حرارة الشمس تجعل الأشياء تتمدد. الحرارة بتسبب امتداد الأشياء، بالذات جيدة التوصيل. هكذا
إثارة المحبة قلب الإنسان يتسع. وهنا في فضيلة جميلة، فضيلة اتساع القلب بالحب للكل. أرجوك خد بالك من فضيلة اتساع القلب، يعني في قلب ضيق في قلب واسع، اتساع القلب بالحب للكل. تعالوا ناخد شوية أمثلة في الكتاب المقدس تقرب لنا الصورة. أول مثل، مش بحصر كل الأمثال، ده مجرد كده يعني مشاهد صغيرة، قصة إبراهيم أبو الآباء وابن أخيه لوط. في واحد صغير، في واحد بمثابة أب وفي واحد بمثابة ابن، ويحصل خلاف ما بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، والخلاف يزداد حدة، وكل واقف عند موقف. إبراهيم أبو الآباء هتعالج الموقف إزاي؟ الأحسن شيء لمعالجة الموقف هو الإحتواء على لوط. ليه نزعل ويا بعض؟ ده في قرابة الدم. ليه نزعل من بعض؟ الرعاة دول يتخانوا، ليه نسبب مشكلة؟ هتعمل ايه يا ابراهيم؟ يقول له لوط، قل له تفضل اختار، لو اخترت كده انا اختار، وتفضل انت اللي اختار الاول. وهنا يا اخواتي تتجلى الحكمة مع القلب الواحد. كان ممكن ابراهيم يقول له الكلمة اللي اقولها هي اللي تسمع وهي اللي تمشي، ده انا الكبير. ابراهيم لم يصنع، وانتهى الأمر بسلام. قلبه متسع. طيب نصومهم كل سنة ونعيش فيهم قصة يونان وأهل نينوى. يظهر أمامنا مقارنة لطيفة جدا بين الله العظيم وقلبه المتسع لكل بشر، وبين الإنسان يونان اللي قلبه ضيق للغاية ولا يرى غير خاصته بني، ما يشوفش حد تاني. كلكم عارفين القصة الجميلة وازاي ربنا كده عطاله درس جميل يفهمه، وازاي اهل نينوى قدموا توبة شعب كامل وازاي الله قبلها، وازاي واسع ولا قلبك ضيق؟ قلبك ضيق انا متاكد انك هتتعب في حياتك كتير، قلبك واسع تلاقي نعم كثير في حياتك. طيب نكمل الامثله. برضه فينو المراه السامريه التي كانت مشهوره وكل اللي في عالمها هو انها تروح تجيب الميه وترجع، لها حساسة بخطايا. وبعدين المسيح يقف يتكلم وياه ويستناه، والساعة 12 الظهر ساعة الصليب، وتأتي المرأة ويحصل نوع من الجفاء في البداية، ويتكلم تتكلم وياه بكده يعني بعدم انفتاحية. أما قلب المسيح المتسع فطويل الأناة، ومجرد يلقط منها كلمة كأنها يمدح عليه. زوجك ليس لي زوجك، كان ممكن يقول لها انت كذابة، مش كده برضو؟ كان يقول لي مخادعة، انت هتفضل. اما قلب المسيح الرائع لها بالصواب قلتي او حسنا قلتي،
يسوع. نفيت الموضوع، دي بداية الاعتراف، ويروح المسيح مكمل لها بس مش زعلان منها. تغير الموضوع وتسأل آباؤنا بيسجدوا كده وانتوا بتسجدوا كده، طب مين الصح؟ تغير الموضوع، يعني زي ما الواحد فينا يقابل الموضوع مش وبعدين نهاية تصير امرأة كارزة باسم المسيح لأهل مدينتها. لكن قلب المسيح المتسع اتسع لهذه المرأة فحولها إلى كارزة. طيب تعالى ناخد حاجة تانية. يا ربنا يسوع اخترت كم تلميذ؟ قال اخترت. طب وال 12 دول كلهم طبعا اخترتين. طب ايه اللي حصل في النهاية؟ قال ده حصلت حكايات غريبة قوي، ده ربعهم وقع في غلطات كبيرة، واحد انكرني، واحد شك في، واحد خني. يا يعني بنسبة 25% مختار. انت يا ربنا يسوع مختار الضعف البشري. طب عملت ايه ويا اللي انكرك؟ تاخدوا بالكم يعني بدقة. كان انسان انكر المسيح كان يجب ان تكون عقوبته القطع تماما. واذا اضفنا لكده ان ده تلميذ، انت لازم ده لازم يتقطع تماما من الشركة. مسحنا الحلو بقلبه المتقن، وبعد السماء وبعد ان رجع بطرس لصيد السمك يظهر له مخصوص وفيهم يعني معجزة صيد سمك تاني بعد القيامة، 53 سمكة. وبعدين شوف بقى القلب المتسع، بتحبني يا بطرس؟ فين يقصد ايه بالسؤال ده؟ عايز يقول له ان قلبك ده يا بطرس، خلي قلبك واسع. ايوه يا رب بحبك، تتكرر مرة واثنين وثلاثة. اخر يقف بطرس وهو محبة المسيح وسعت قلبه، يقول ايه في الاخر؟ انت تعلم يا رب اني المسيح من. قال له خلاص بقى ارعى خرافي وارعى غنمي واكرس في العالم، وحياتك تنتهي شهيد عظيم على صليب منكس الرأس. يتردد القديس بطرس الرسول، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في اتساع قلب بطرس، واتساع قلب المسيح غفر لبطرس. لا ده انكر المسيح، مش عمل خطيه عاديه. يعني مثلا كان ممكن بطرس زي يقع في خطيه من الخطايا العاديه اللي بنسمع عنها عليها في الوصايا العشر، لكن لا، ده انكر المسيح وهو تلميذه. اتساع القلب. طب والتلميذ توما ده، ما الشك ده مرض وحش، هظهر له مخصوص. تعالى يا توما بعد القيامة، هات ايدك وهات اصبعك وشوف مكان المسامير ومكان الحربة، ما تشكش. ويصرخ توما باتساع قلب المسيح صرخة الايمان، ربي وإلهي. طب ويهوذا الخائن، يهوذا الاخر به وبيلفت، بيديله فرصة انه قد يتوب، ولكنه اصر على خطيته وسلم ابن الانسان قبلة وجعل علامة استخدمها في خيانة معلمه وسيده. قلب المسيح الواسع، قلب المسيح الواسع
نشوفه في مثل الابن الضال. الابن الضال في اب وفي ابن كبير وفي ابن صغير في البيت. كلنا عارفين الابن الصغير عمل ايه، اللي بنسميه الابن الضال. وبعدين تاه وبعد وعمل كل حاجة وحشة، واخوه اتهمه انه جعل معيشته مع الزواني، يعني اوحش الخطايا. تتخيل معي مشاعر الاب. فهكذا يجب ان تكون الابوة في كنيستنا، كل يوم ينتظره حتى كانت عيناه من الدموع ابنه، وعندما رآه من بعيد الحياة دبت في قلبه مرة أخرى، وقام باتساع حضنه كاتساع قلبه، وخده في حضنه. طبعا اللي رجع ده رجع مع عيشة الخنازير، ريحته وحشة وشكله وحش وصحته ضيعة وهدومه ضيعة. يأنف الأب من هذه الصورة. الابن وهو يعود ويبكي ويقول العبارة الخالدة بتاعته: أخطأت يا أبا السماء. توبة مفتوح ما بيتفلش، ويرجع: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك لست مستحقا أن أدعى لك. ولسه هيكمل ويقول: بل اجعلني. قال له: بس 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 بس، هتعمل إيه؟ هي دي الأبو، هي دي المحبة، هي دي اتساع القلب. هاتوا له الحلة الجديدة، هاتوا الحذاء الجديد، لبسوه الخاتم، اذبحوا العجل المسمى، العجل اللي كان مخصوص الابن الكبير. نكسر التقليد الاجتماعي، التقليد الاجتماعي ده اللي كان معمول بيه في الزمن ده، نكسر التقليد. عندنا قلب واسع، وفوق ده وده وده ياخده في حضنه، ياخده في حضنه. عارفين ياخده في حضنه ايه؟ علامة منظورة على القلب الواسع. الكنيسة لازم الابوة فيها يكون كده، قلب واسع، يستطيع احد يحمل لقب اب ويغلق احد. لا يستطيع. مدام لقب اب حتى بالجسد او بالروح، وطبعا اب اللي هو ام برضو، على الدوام يفتح احشاؤه ويتسع قلبه. قلب واسع. وشوف بقى كنيستنا تاخد القصة المثل دي وكل سنة تعلمها لنا في بدايات الصوم الكبير. هتقول لك: هو ده، انت بتصوم عشان قلبك يتسع، انت في عبادتك عشان قلبك يتسع، انت في علاقتك مع المسيح عشان قلبك يتسع. طيب تعال في مثل تاني من الامثال اللي قالها ربنا يسوع، زي مثل الحنطة والزوان. الحنطة اللي هي القمح، والزوان شكله شكل القمح لكنه نبات سام. يجي اللي بيشتغل في الغيط ويخلع الزوان: دعهما ينميان معا. يا رب ده زوان، ده شر. ليه؟ القلب الواسع كده، القلب الواسع يقول كده. وفي وقت الحصاد يجي الحصادين يميزوا ده زوان يحرق بالنار ودي حنطة تؤخذ للغذاء، ويطول باله. أصل صفات القلب المتسع للبال. طب تعالى في تشبيه آخر: أنقلك وياي ليوم الصليب. المسيح معلق الصليب،
قدامه ناس عمالة تشتم وعمالة تزعق وعمالة تصرخ، وأسلوبه أسلوبه، وعلى جنبه لص يمين وشمال، وقدامه بعيد أمه العذراء عمالة تبكي. وأرجوك تتخيل وياي، وأنا متأكد أنك تقدر تتصور ذلك، الجو المشحون في هذه الساعة. شو بقى القلب الواسع جدا. يقف أو المسيح وهو معلق على الصليب، اللي عمالين يقولوا أسلوبه أسلوبه، جنود رومان ورؤساء كهنة يهود وشعب صارخ، يرد يقول ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يسوع، هو انت في ايه ولا في ايه؟ لكن القلب الواسع يقول كده. وبعدين يبص للص اللي جنبه، اللص اليمين، الشمال عمال يعاير، واليمين يقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طبعا ما قالش كده في جو هادي احنا قاعدين دلوقتي، ده قالها دوشة وضوضاء وصراخ وبكاء. يرد عليه المسيح ويقول له بالقلب الواسع، اليوم تكون معي في الفردوس. يسوع، قلبك ده قد ايه؟ وبعدين ينظر الى امه، امنا العذراء مريم، وهي تبكي. يقوم امنا العذراء دي برضو لها جزء في هذا القلب المتسع، يا امرأة هوذا ابنك، ويشاور على يوحنا، ويا يوحنا هوذا امك، يشاور على امنا العذراء. خد بالك من النوعيات دي، النوعيات ده هي دي قصص كده، مشاهد في العهد الجديد. طب تعال اكلمك على بعض القصص في تاريخ الكنيسة الصغيرة كده. القديس ابو مار وكان مدبر البرية، ابو مار قديس مكاريوس الكبير، يجيله الرهبان ويشكوله اخ ليهم، يقولوا له يرضيك ان اخونا فلان بينام في الكنيسة؟ هي الكنيسة مكان نوم؟ ده الكنيسة مكان عبادة ومكان يقظة ومكان صح، هتعمل فيه ايه؟ هتديله عقاب او تديله قانون او هتطرده؟ هتعمل ايه؟ اسمع القلب المتسع ماذا يقول. يقول أجري أجيب له مخدة عشان يسند عليها راسه. دي الرهبان، أحسن الواحد يقول الرهبان دول عشان عايشين في البرية بقلبهم جامد ولا قلبهم ناشف أو أحكامهم قاسية؟ أبدا، ده هو كل ما يعيش في البرية إن عاش بالروح يزداد أكثر وأكثر حنية واتساع قلب. ده هو كأنه في البرية يحمل آلام العالم كله في صلواته. أجر أجيب له مخد وسنده. وتذكر أيضا القصص الرهبانية، إنسان الذي اتهم أنه سقط خطية الزنا، وإزاي يقوم هذا القديس ويستر عن هذا الساقط، يستر عليه. وقيسوا على هذا أمثلة كتيرة. ده أنا أحب أقول لكم حكاية من حكاياتي الجميلة كنت قريتها مرة. بيقولوا كان في جنرال روسي في الحرب العالمية الثانية، قائد كبير أثناء الحرب. وبعدين الرجل ده قاعد ويا القوات بيحطوا خطة حرب، سهروا وتعبوا في جو الشتاء القارس. وبعدين الساعة بقت 3 بعد نص الليل،
فهو عايز يشجعهم، وهي 10 من القادة، فعايز يشجعهم. فقال لهم ايه؟ تيجي اعزمكم في البيت دلوقتي؟ بصوا لبعض، طبعا في حد يعزم حد الساعة 3 بعد نص الليل؟ وبعدين انهي بيت هيبقى مستعد ده الساعة 3 بعد نص الليل؟ قول. قال لهم اه، ده انتوا لو جيتوا وشفتوا مراتي وازاي هترحب بيكم وهتعمل فيكم. كل واحد بص للتاني وهو متعجب. قالوا يلا. الراجل رجع البيت لقى صاحبتنا نايمة فوق الساعة 3، فخبط عليها كده برقة، فلانة فلانة نايمة في سابع نوم، الساعة 3 دي يعني وسط الليل. ابتدت تنتبه، فابتدى يقول لها، وتخيلوا وياي الحكاية، فلانة أنا وياي 10 دلوقتي عزمهم على الأكل. فطبعا صاحبتنا افتكرت نفسها بتحلم، وبعدين لما أكد عليها الكلام انتبهت وقعدت على سريرها بتقول ايه؟ قال لها وياي 10 تحت من القوات عزمهم، انا قلت لهم اتفضلوا هم اتفضلوا. يظهر كانت عزومة مركبية ولا ايه؟ ففوجئ بيها بتزعق زعيق فوق الوصف، ولا حق بيني وبينكم، هو في حد يعزم حد الساعة 3 بالليل؟ هو في حد مش لازم البيت يبقى مستعد؟ مش لازم تحترموا البيت؟ لازم لازم. هو طول ما هي بتزعق هو يقول لها طب عشان خاطري، طب معلش، طب عشان خاطري، ده قائد كبير وبيقول لها عشان خاطري. بعد ما خلصت الوصلة بتاعتها، قصة تقول لنا انها قامت ولبست افضل ما عندها من ملابس، ونزلت وهي ترحب بهؤلاء القادة العشرة، أهلا بيكم، شرفتونا، نورتونا، أحسن مفاجأة عملها لي جوزي من يوم ما اتجوزنا. قلبها واسع. ربع ساعة وهوضب ميدة حلوة، واجتهدت وقدرت تعمل ميدة، وقدرت بقلبها الواسع برغم خطأ الآخر أو عدم لياقة التصرف، لكن قلبها الواسع. إيه رأيكم لو كانت صممت إنها ما تنزلش؟ أسيب خيالكم يقعد. يا قصة تانية بتاعت القلب الواسع، وربما يكون بعضكم سماحة مني، قصة الأم اللي عندها ولد وبنت صغيرين، بعد ما رتبت البيت قالت لهم انا هنزل اروح السوق، اوعى حد يفركش حاجه في البيت. بعد ما نزلت، الولد اسمه جون والبنت اسمها سالي. جون قال لسالي، جون 8-9 سنين وسالي 4 سنين، سالي تيجي ارسمك؟ قالت له ارسمني. فجابوا الورق وجابوا الألوان وجابوا الفرش وفرشوا على الأرض، ولكم أن تتخيلوا اللي هيحصل. وابتدت البنت يقول لها عودي كده، وهو قال عمال يرسمها. ما صحوش من الحلم الجميل ده إلا وماما بتفتح الباب. فالعيال جمدوا في قعدتهم على الأرض. دخلت ماما لقت الدنيا مش تمام، بس أدركت بحسها وبقلبها المتسع إن جون كان بيرسم سالي قدامه ورقة. فرحت واخدة الورقة كده وعاملة نفسها بتشوفها يعني كده في النور، وقالت له دي سالي. الولد طبعا محطش منطق زي ما بيقول، يعني مش عايز يتكلم، تعتبر تهمة. لكن الأم لما قالت كده عشان تنزع الخوف من قلب الولد الصغير، راحت واخداه في حضنها وبيساه وأزالت عنه الخوف.
برضو أؤكد لكم هي ما خدتوش في حضنها، هي خدته في قلبها المتسع. جون هذا لما كبر وصار فنانا عالميا وسألوه كيف صرت فنانا عالميا، قال الإجابة الجميلة: قبلة أمي جعلت مني فنانا عالميا. ايه رأيكم لو كانت ماما من النوع اياه، واول ما شفت المنظر ده عطته يعني علقة، وعلقة بقى باستخدام اجهزة كثيرة، تكون النتيجة ايه؟ بقاش عندنا جون ولا فنان ولا حاجة. القلب الواسع. مرة من المرات كان في مؤتمر عالمي حضروا 40 خادم وكاهن من 40 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤتمر مسيحي. عايز أديك لمحة ازاي تفكر فكرك منفتح وقلبك متسع. وهم قاعدين كده على شكل مربع تقريبا، كل ضلع فيه 10 والمحاضر في الوسط، وكلهم اللي جاي من افريقيا ومن دول فقيره ومن خدمات بعيده ومن اسيا. فوقف المحاضر وسالهم سؤال لطيف قوي، قال لهم: اداره المؤتمر قررت تدي 1,000,000 جنيه لواحد فيكم، بس كل واحد يقول هيعمل ايه بالمليون جنيه دول. فوقف واحد قال: انا هاخد 1,000,000 جنيه واعمل بيهم مدرسه في الحته اللي بخدم فيها. والتاني وقف قال: انا هعمل مستشفى صغير في المكان اللي انا بخدم فيه. والتالت قال: انا هعمل طريق علشان الناس تمشي في طريق اسفلت. والرابع والخامس لغايه ما جه دور واحد وقف وقال اجابه عجيبه قوي عشان تكشفوا بيها من له القلب المتسع. وقف وقال: بما اننا في المؤتمر وإدارة المؤتمر هتدي واحد فينا 1,000,000 جنيه، انا هاخد 1,000,000 جنيه دول واقسمهم علينا احنا 40. فاهمين الفكرة؟ هقسمهم علينا احنا 40 عشان كل خدماتنا تفرح. وكانت هي الاجابة الممتازة، او الاجابة الاولى، او الاجابة المقبولة. ازاي قلبك يبقى متسع؟ متسع للبشر. برضو من الحاجات الجميلة ان في شهر ابريل اللي فات زرت ارمينيا، جمهورية ارمينيا، فلقيتهم بيقدموا على الفطار رمان، وعلى الغدا رمان، وعلى العشاء رمان. فلقيت موضوع الرمان ده يعني اشمعنى. ولما جم يقدموا لي هدية كده لقيتها مدورة، فاكتشفت انها رمان. فسألتهم: هو الرمان ده ايه حكايته يعني؟ فقالوا لي: الرمان ده الفاكهة الرئيسية بتاعتنا، وده شكله، شكل الرمانية بتعبر عن شكل الكنيسة وشكل قلب الإنسان. الغلاف الخارجي يشبه الغلاف الخارجي الذي كان وقت خيمة الاجتماع، الأغطية اللي كانت موجودة على الخيمة زي الجلد كده. والحبوب اللي جوه تلاقيها حبوب مليئة بالعصير الأحمر، رمز دم المسيح الذي يسكن فينا يجري في عروقنا. وكل حباية فيها بذرية كده صغيرة للإيمان. وحبوب الرمانية تلاقوها مرصوصة جنب بعضها رصة بديعة متجاورة، مفيش فراغات. أجمل أجمل من كده فهو القشرة البيضة اللي بنلاقيها جوه الرمانة بين كل مجموعة فصوص. لا قشرة، بيقول لهم: القشرة البيضة دي إيه بقى؟ قالوا لي: دي المحبة، المحبة البيضاء النقية اللي بتربط الجميع. والرمان لها بتمثل قلب الإنسان الذي يجب أن يتسع لعديد من البشر.
عايز أقول لك قلبك المتسع شوية سمات هقول لك عليها باختصار. أول صفة في القلب المتسع أنه يتسع للتنوع. الحياة ليست شكل واحد والبشر مش زي بعض خالص، ده كل إنسان فريد، نقول عليه فرد يعني فريد. يسموا الإنسان مايكرو كوزموس، العالم الصغير، ويسموا الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي الماكرو كوزموس، العالم الكبير. كل واحد فينا عالم، وكل إنسان يصل الملكوت إن صار في إيمانه بالمسيح، وإن صار في حياته الروحية يصلح للملكوت. أول صفة قلب واسع للتنوع، مش شكل واحد، مش لون واحد، مش لغة واحدة. المسيح عمل كده على الصليب. طيب الصفة الثانية إن قلب المتسع يتسع لضعف الآخر. في واحد يمسك على الآخر زلة ويفضل، متأسف التعبير، يزله بيها طول عمره. ده حتى في التربية أحيانا الأم أو الأب يقول لابنه لما أولادنا الصغيرين لما يغلط غلطة يقول له مش دي غلطة؟ إزاي تعملها؟ فيقول له معلش يا بابا. وبعدين يقول له أنت نسيت؟ نسيت لما كنا بنزور بيت عمك الأسبوع اللي فات عملت إيه؟ يقول له طب فوتها يا بابا. طيب فاكر لما كنا بنصيف السنة اللي فات في الحتة الفلانية؟ ويفضل الأب والأم يجيب له تاريخ لضعفات. القلب المتسع يا إخوتي يسامح ويصفح وأيضا ينسى. المسيح جابوله المرأة الخاطئة، إنسانة في عار، وتخيلوا العار هذا الموقف. بعد القصة كلها يقول لها أما دانك أحد؟ اذهبي ولا تخطئي. هو ده قلب المسيح، هو ده القلب المتسع. القلب المتسع يتسع لضعف الآخر. الصفة تالتة في القلب المتسع أن القلب المتسع يتسع للمستقبل. أرجوكم تاخدوا بالكم من حاجة، في إنسان يغلط زي الابن الضال، لكن أبوه لما جه يكلمه ما كلموش على الماضي الوحش، كلمه على المستقبل. ده ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضلا فوجد. يلا نقفل الماضي ونبتدي صفحة جديدة. هكذا صنع المسيح مع بطرس الرسول، وهكذا صنع مع يهوذا، وهكذا صنع مع اللص اليمين اللي تقريبا في نهاية حياته قبل ما تنتهي بنص ساعة قبلت توبته وانفتح أمامه الفردوس. هو ده المسيح وهي دي المسيحية. صفة رابعة أن القلب المتسع يتسع للفكر الجديد، ما يبقاش فكره قديم. ما انا قلت لك فكر منفتح. ايه رايك ان بولس الرسول كان فريسيا يهوديا يضطهد كنيسه الله بافراط؟ كان اسم شاول الترسوسي كفيل انه يخوف المسيحيين يهربوا. هربوا من اورشليم راحوا لغايه دمشق وهو راح وراه. كان اسمه مرعب شاول. طيب يظهر له المسيح في القصة اللي انتوا عارفينها على أبواب دمشق، ويقف شاول كده بمنتهى الجمال ويقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنا عجينة في إيدك، استخدمني، أنا من إيدك اليمين لإيدك الشمال. ثم عندما يبدأ خدمته نرى في بولس الرسول فكرا ولاهوتيا، ويتعرض عليه مشاكل وتتحل،
يكفي أذكر أمامكم مشكلة العبودية التي كانت أيام فيليمون وأنسيموس في قصة فيليمون في رسالة فيليمون، وبولس في السجن يبعت لفيليمون ويقول له أنسيموس اللي سرقك واللي هرب منك اقبله نظيري، يقبله كأني أنا، وإن كان عليه شيء أنا هدفعه لك. ويقول عليه إنه كان غير نافعا وصار نافعا على أنسيموس، أصل كلمة أنسيموس معناها نافع، فيعني بيقولها كده بلطافة، يعني كأن اسمه كان أنسيموس بس مش مفيد، حرامي، دلوقتي بقى مفيد ليك. ويقبله فيليمون ويقول لنا التاريخ ان أنسيموس ده صار انسانا تائبا، وبعض الكتب تقول انه صار كاهنا وخدم ونجح في خدمته. القلب المتسع يتسع للفكر الجديد، القلب الضيق لا يعيش زمنه، لا يعيش حياته، الدنيا بتجري وهو عايز تاني. ايضا القلب المتسع يتسع لكل تائب، لكل تائب مهما كانت خطيئة الانسان فباب التوبة مفتوح، مهما كانت ضعفات الانسان، مهما استطالت خطايا الانسان، استطالت يعني خدت وقت طويل في حياته خالص. لما بنيجي نحكي على قصة مريض بيت حزدة 38 سنة ويقول له أتريد أن تبرأ؟ فقال ليس لي إنسان، قال له يلا قم أحمل سراك وامشي. ما هو ده صورة من صور التوبة، بعد 38 سنة في الخطية أو مطروح بسبب الخطية. القلب المتسع يتسع لكل تائب، فالتوبة بابها مفتوح تماما أمام كل إنسان، مهما كانت طبيعة خطيته، مهما كانت نوعيتها، مهما كان الزمن الذي صرف في هذه الخطية، القلب المتسع يتسع لهذا. وأمام الديان العادل هو يرى كل شيء وهو الذي سيحكم. القلب الواسع يحتاج كل أب وأم، القلب الواسع يحتاج كل معلم، كل خادم، القلب المتسع يحتاجه كل الإكليروس، كل في موقعه وفي مسؤولياته. القلب المتسع يحتاجه كل من يرشد ويقدم المشورة. القلب المتسع يحتاجه قادة الفكر وقادة الثقافة وقادة الاستنارة وقادة التنوير. عارفين ليه القديس يوحنا ذهبي الفم أكثر شهرة من كل القديسين وسموه ذهبي الفم؟ ليس لأن لسانه كان كلسان الذهب، ولكن بالحقيقة لأن قلبه كان كقلب الذهب، قلبه كان واسع، ولذلك كتاباته وأقواله هي الأكثر شهرة بين كل كتابات الآباء. ومش عايز أقول شهرة بس، ده الأكثر شعبية، يعني كتير مننا يحفظ عبارات للقديس يوحنا ذهبي الفم. في يوم من الأيام قال هذه العبارة الرائعة: أي مصباح بلا نور وأي مسيحي بلا حب. مدام في مصباح لازم ينور، مدام في مسيحي يبقى لازم حبه لكل. أنت تحتاج أيها الحبيب في مواجهة مواقف الحياة المتنوعة ومشكلاتها، تحتاج إلى الفكر المنفتح، وتحتاج إلى اليد المفتوحة. اليد المفتوحة دي يد العطاء مش يد البخل، ما هو البخيل ده في إيده يعني قلبه ضيق، ما هي الإيد دي اللي بيحركها القلب. اليد المنبسطة لكل أحد تعني أن القلب فياض بالحب. أنت تحتاج إلى الأذن المنفتحة، أنت تحتاج إلى الفم المنفتح. لا تنسى الوصية اللي قالها بولس الرسول لأهل كورنثوس: فمنا مفتوح
وقلبنا متسع. كونوا أنتم أيضا متسعين. وانت بتصلي كده، وانصحك لما تقرأ البيت، ترجع البيت تقرأ الجزء ده، كورنثوس الثانية 6، كونوا متسعين. قل له يا رب قلبي ضيق، ولا قلبي شحيح، ولا قلبي بخيل، قلبي مش عارف يساعد الناس. اديني يا رب من قلبك. يا ريتك تجيب ثمرة الرمان وحطها قدامك وخليها مثال ونموذج. أنا عايز قلبي يا رب يكون زي كده، عمران بكل قلب آخر. لا تنسى أن الفضيلة فضيلة اتساع القلب بالحب للكل، فضيلة اتساع القلب بالحب للكل. اطلب من ربنا وصلي باستمرار علشان الله يعطيك هذه النعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بفشيري ام من ريت اسحاق، ام بفشيري يا كم بإسرائيل، زوك سابت ريك ايوك اريم نماتي، جيني آلي بين من شغلني بين من نصني بين من سوماتي، سينا اشو آلم بيتي تنطايو ونايوتي اسوال من بطري يارشيس. Abraham, Isaac, Jacob, Jehafti, Martin, J.F., Joyce, Jesus, Tarko, and Hebor, and Nede, Nero, and Oshe, Boring, Goren, Moshe, Open, Joyce, Jesus, Vefes, Esmoni, Moe, Mefiar, Omare, Beknain, and Tekirini, Oen, Sotem, Bekleu, Sotemon, Oa, Nainan, Abitshi, Et Heris, and Moises, Timet, Owe, Bentem, and Shisel, Timet, Hello, and Teakobino, Verain, Tema, سوسان بكث يتصد بنت داويد تي صوفيا انت سولوم بيرد مغهر بيتم بيت في جيني أبو سولوس سويس البياري مرخم بطاورة في مليوت الطايوت العرشي رفسي بابا أبا طاوال في مليوت بيبس كوبس نيت كيدي من فنوت التيت بيت تقروه يجنو يسرونوس عميش ربي نمعصيو انهيريني كون انتسريو انو قاجي تيرو صابي سيت انو اتشالب جين كولي كوبر افرسو سريا كون تفقان انو بين علي مبكن اويرين كتابك نيشتين ناي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو ليترأف الله علينا وباركنا وازهر رجوع علينا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين. ولاية الإله القديسة الطاهرة والأربعين خيل وخيل وسريان والأربعة وعشرين قسيس المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرادوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة القديس العظيم أثناسيوس الرسولي، بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة، بركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا، أمين. بخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أنا بشكر الأباء الأحباء، أباء هذه الكنيسة المباركة، وبشكر بصورة خاصة الشمامسة الموجودين واللي في مدرسة الشمامسة هنا وشمامسة الكبار، وعارف إن عندكم هنا مدرسة حلوة أوي بتطلع شمامسة، كنت اتقابلت الولاد والبنات في الدير مش كده برضو من فترة.